بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته دائما وأبدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى مع انطلاقة الشوط الثامن الخاص بفئة القعدان الحقائق ومسافة 3 كيلومترات. الحاضر معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول والتحديات الأولى مع شعار علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا نجد على المركز الأول وعلى الصدارة. ثاني التحديات والانطلاقات الوصول هنالك مع شعار محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري. هنالك ايضا الوصول والانطلاق مع الذيب عبد الهادي بن مسلم بن احمد بن حربي العامري من يقدم لنا الذيب الحاضر على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع هنالك القدوم مع الفايز عمر بن حاضر الشمري هو القادم مع انطلاقة الفايز. وايضا هنالك شعار زايد بن عبد المعطي بن حماد المهري من يقدم لنا الرشاش في هذه اللحظات. وايضا وصول من شعار بن زيتون بدأ يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتواجد مع انطلاقة مشغل في هذه اللحظات. وأيضا قدوم مشاهدينا متابعينا الكرام مع داس لسيد سهيل بن سعيد الحمرور العامري. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الأسماء. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة هنالك مع المركز الأول مع كلاس محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري من يقدم لنا كلاس في هذه اللحظات. وايضا شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا مشغل. وهنالك شعار بن جميل ونتابع التسلل والانطلاق مع هياض حمود بن طويرش الوهيبي من يقدم لنا هياض ابناء السلطنه يتسلل هنا المطوع على المركز الاول على الصداره. حمود بن طويرش الوهيبي من يتقدم الآن مع انطلاقة هياض. المركز الثاني وصل الغيلاني بدأ يتقدم مع كفو راشد بن سالم بن علي الغيلاني من يقدم لنا كفو الحاضر على المركز الثاني وثالث. التحديات كلاس محمد بن راشد بن عبيد بن سالمين المنصوري ومشغل مشغل المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. وهنالك عرنين محمد بن حمدان بن سعيد الحبسي من يتقدم الآن. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط الكيلومتر الأخير وهنا القيادة مع هياض حمود بن طويرش الوهيبي من يقدم لنا هياض على المركز الأول على الصدارة والعصاف الأبطال بدون أي توامر يسيطر المطوع على مجريات وتحديات هذا الشوط. يا سلام الغيلاني قادم وهنالك أيضا المجازف وشعار بن قنزول ولكن لا زال صامدا مالك هياض حمود بن طويرش الوهيبي من يقدم لنا هياض. هياض على المركز الأول على المقدمة على الصدارة. الغيلاني مع كفو راشد بن سالم الغيلاني من يقدم لنا كفو الحاضر على المركز الثاني مع جولة التحديات وجولة الأوامر. 500 متر الأخيرة والخطيرة بن طويرش يعلن الانطلاق على المركز الأول. حمود بن طويرش الوهيبي من يقدم لنا هياض على المركز الأول. هياض على الصدارة. كفو الغيلاني قادم، كفو السيد راشد بن سالم بن علي الغيلاني على المركز الثاني. وهنالك شعار الشامسي بدأ يتقدم وشعار بن قنزول. يا سلام الأمتار الأخيرة، الأمتار المجنونة. تهانينا والناموس لك يا بن طويرش، دير بالك الغيلاني قادم ولكن هياض هياض إرشاش الأمتار الأخيرة. الله الله أبناء السلطنة مع الفوز والانتصار. هياض حمود بن طويرش الوهيبي المركز الثاني. شعار مانع بن علي بن حماد الشامسي من وصل على المركز الثاني. المركز الثالث كفو السيد راشد بن سالم بن علي الغيلاني. والمركز الرابع المركز الرابع وصل هنالك متعب سيف بن مسلم بن قنزول العامري. والمركز الخامس
المركز الخامس بين للسيد بطي بن غانم بن علي المنصوري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لابناء السلطنه وتهانينا والناموس للسيد حمود بن طويرش الوهيبي وللاخ عبد الله بن طويرش الوهيبي والاخ حمد بن طويرش الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. 4:31 وجزء من الثاني تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الحضور والتواجد مع انطلاقة المنتصر مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي. 4:31 7 أجزاء من الثانية تهاني من ناموس. المركز الثالث كان الحضور مع كفو. تهاني من ناموس لمالك كفو راشد بن سالم بن علي الغيلاني. 4:32 3 أجزاء من الثانية. بينما المركز الرابع شعار بن قنزول حضر مع انطلاقة متعب سيف المسلم بن قنزول العامري. 4:34 وجزءا واحدا من الثانية. بينما المركز الخامس بين للسيد بطي بن غانم بن علي المنصوري. 4:35 4 أجزاء من الثانية.